حاليا هعمل منتين واساين بيز لاين. هاجي من هنا من الخانه دي هنقول له اد ريموف ايكونز، هنقول له اظهر لنا الاساين بيز لاين والمنتين بيز لاين كمان. ماشي، هنا هتعمل منتين بيز لاين. يعني ايه منتين بيز لاين؟ منتين بيز لاين يعني هاخد نسخه من المشروع اللي انا عملته ده اثبته كبيز لاين، يعني اثبته عندي ك خطه اساسيه ما ينفعش التغيير عليها او ما ينفعش التعديل عليها بعدين. تمام، الخطه الاساسيه دي او الخطه المرجعيه دي البيز لاين ده، بعد كده انا لما اعمل عليه ابديتس هقيس البروجرس بناء عليه، او هقيس تقدم المشروع او حاله المشروع او نسب الانجاز بناء على البيز لاين ده with reference to this baseline. تمام، هقول له خد نسخه من المشروع ده. لو انت عندك مشروع تاني بره ممكن تعمل، يعني ممكن تعمل convert another project to new baseline. ممكن لو انت عندك مشروع جاهز بره تاخد نسخه منه تعملها بيز لاين على المشروع اللي شغال معاك، بس احنا هناخد كوبي من المشروع اللي معانا حاليا. save a copy of current project as a new base line. ماشي، هتلاقيه ظهر معاك هنا. تمام، طيب انا اعتمدت المشروع ده حاليا كبيز لاين. تمام، ولكن انا لسه في خطوه تنقصني عشان اعمل ابديتس بعد كده. طيب بعد ما عملت منتين بيز لاين لازم اروح اعمل اساين للبيز لاين اللي انا عملته منتين ده على نفس المشروع. تمام، هتختاره من هنا من اساين بيز لاين. يبقى دلوقتي انت عندك المشروع بتاعك جاهز حاليا ان انت تعمل عليه ابديتس. تمام، طيب عايز اظهر البارات بتاعه التايم البيز لاين ده على البار تشارت عندي. تمام، هتخش على البارز وهتقول له من هنا اظهر لي البارات بتاعه البيز لاين. حلو الكلام، دور عليها هنا فين بيز لاين مايلستونز. لا مش المايلستونز، عندي هنا برايمري بيز لاين. ماشي، خليني كده اظهر البرايمري بيز لاين، هتلاقيه ظهر عندك تحت الانشطه. خدت بالك هنا هتلاقي فيه بار اصفر كده صغير ظهر عندك تحت كل الانشطه، وهو واخد نفس البار بتاع المشروع لان انت لسه ما عملتش اي ابديت. فعندك البيز لاين عندك هو نفسه البروجكت اللي انت شغال عليه. تمام، يعني كده عملنا عندنا منتين و اساين بيز لاين، خلصنا الكوست، خلصنا الكلوز اوت دبليو بي اس. تمام، عايزين بقى نطلع بعد كده البلاند فاليو او الاس كيرف لتوتال المشروع. حلو الكلام، عشان تظهر عندك البلاند فاليو او الاس كيرف عندك على البريمافيرا هتقف على الاكتيفيتي يوزج. اولا هنا عندك ده الاكتيفيتي يوزج سبريد شيت. تمام، وتقفل كده المشروع هيجيب لك توزيع التكاليف عندك على الانترفالز عندك في المشروع. تمام، هنا بلاند توتال وريميننج توتال اكشوال توتال، احنا مش محتاجين غير البلاند فاليو حاليا. تمام، فهتقول له السبريد شيت اوبشنز، لا السبريد شيت فيلدز، وهتختار من التايم انترفال عندك يكون البلاند فاليو كوستس، هتختار البلاند فاليو. فين البلاند فاليو؟ من الايرند فاليو، الديفيجن بتاع الايرند فاليو هتختار البلاند فاليو كوست. ماشي، ومن الكميوليتيف، فين الكميوليتيف؟ فوق هتختار عندك من الايرند فاليو برضو هتختار الكميوليتيف ايرند فاليو كوست. ماشي، هتشيل بقى البلاند توتال كوست دي والريميننج والاكشوال، هتقول له ابلاي. حلو الكلام، اذا انا هنا جبت كام ايرند فاليو؟ لا هي كام بلاند فاليو، تقول له هنا كام بلاند فاليو كوست. تمام، يبقى كده ظاهر معاك هنا البلاند لكل شهر والبلاند للكم برضو موجود عندك لكل شهر. حلو الكلام، طيب عايز انت تظهر بقى البروفايل بتاعك او الاس كيرف. ماشي، هنا نفس الكلام هتقول له الاكتيفيتي يوزر بروفايل اوبشنز،
تايم سكيل ممكن تخليه مثلا بهنا مانث يير عن مانث، تقول له ابلاي اوكي، ظهر معاك هنا الاس كيرف بتاعك على المشروع كانترفال مانثس. تمام. طيب احنا عايزين بقى نرسم البلاند فاليو دي او الاس كيرف ده، عايزين نرسمه على الاكسل. هنعملها ازاي؟ تمام، هتيجي تاني هتروح على الاكتيفيتي يوزج سبريد شيت، وهتقفل المشروع من هنا. تمام، وهتروح بيه من اول شهر عندك في المشروع لحد اخر شهر. اخر شهر عندك في المشروع كان امتى؟ شهر نوفمبر برضو. ماشي، تاخد كنترول سي وهتروح على فايل اكسل، وهتقول له كنترول في. ماشي، وهتيجي هنا هتشيل لحد كده اول سبريد شيت دي، هتقول له هتشيل الاعمده دي انت مش محتاجها. تمام، يبقى كده عندك البلاند فاليو وعندك الكم بلاند فاليو. طيب هنا ظهر معاك الرمز بتاع الكرنسي، فانت هتعمل كنترول اف وهتقول له ريبليس الاس اي ار بفاضي، ريبليس اول. تمام، يبقى كده ظهر معاك التكاليف بس، عندك هنا دي الشهور وعندك التكاليف بتاعتك والتوتال بتاعك هنا مظبوط. تمام، طيب خلينا بس كده نعمل ايه يعني شوية فورماتنج كده. تمام، هتيجي من هنا مثلا تديله اللون ده، وهنا مثلا دي برضو ده نفس اللون. ماشي، وهتقوله بعد كده اختار لي الكلام ده كده يا سيدي واعمل لي تشارت. تيجي من هنا، هتيجي من انسرت وهتقول له انسرت، هتقول له ريكومندد تشارت مثلا، اي تشارت عندك قول له تشارت مثلا الكومبو. ماشي، هيظهر معاك هنا الاس كيرف كده مش مظبوط، انت هتختار كام بلاند فاليو لاين وهتقول له من هنا اتعلم له على سكندري اكسس، هتلاقيه ظبط معاك. ماشي، كبر كده. تمام، يبقى انت دلوقتي معاك البلاند فاليو لكل مشروع والكم بلاند فاليو او الاس كيرف البلاند لتوتال المشروع عندك. تمام، اتمنى ان تكون استفدنا من المحاضرة دي. شكرا، ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية بإذن الله هنبدأ نعمل ابديت على المشروع ونطلع الاس كيرف ايه البلاند مع الاكشوال الاثنين مع بعض. تمام، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.